دريتها بسف، دريتها على جال راجل خسرنا في زوت. ترميش اللوم على روحك. فايز تحبيه وهو تاني تحبك وهي ما تحبوش. الغلطة معيش الغلطة تاعك. كيفاش ياخذوا كل نثم؟ علاش ما قالوناش؟ وراه هي الداخل. على سمتك ياسمين، ما غلقيش تخافيش، انا تبعت لها بالدم خاطرش عندنا ميم كورسون. يعني قلت لك بنتي نخليها هنا، ما كان حتى فرق بين الاطباء والسبيطارات تاعنا وانت عليه. يما بابا شعره فطنت. يا رب الحمد لله والشكر يا رب. يا بنتي الحمد لله، يا بنتي الحمد لله على صحة الخير، حالتك تحسنت. حتى استرى نحس بلي ربي يرحم لنا. سمعنا بالخبر جينا نجرو. كلكم خير. رانا جينا بلا ما علمناكم، سمعنا بخبر شهره في السبيطار. رانا جينا. اهدري معايا. اي ولي ما كاش شوفي فيا اللي تأدب. شوفي انايا معليش نقدر ننساه، ما تكذبيش عليا. ها نتزوج بيا. واش دير روحك؟ اليوم نروحو نجيبو شهره. بلا قلب بلا قلب. كيفاش عاودها؟ ما سمعتش مليح. خلاص قالوا لي تقدروا تخرجوها. صايب راه تحت بنتي تلقوها من امن بحتى حاجه حتى تشوف عيني. لا لا كيف عندها الحق يماك. لا عقل برك اتقي. لا عقل. لا اتقي اتقي. برافو. نشكركم جميعا اللي حضرتوا معايا في هذه الوعده هذه. راكم شرفتوني بحضوركم. الحمد لله اللي بنتي سلكت من هذه الحثة أليمة هذه تاع السيارة هذه. وهذه هي الوعدة. نقول لكم حاجة، ربي يثبت حسنتكم والله يجعل دائما الزمان يلاقينا وما يفرش إن شاء الله. ودرك الدعم أنا كنا اليوم السقي. أي السلام عليكم. أي بسم الله. أي أوليك أجيب بجير. الحمد لله يا ربي، اللهم اشفي كل عليل يا رب العالمين. انت من هذوك الناس اللي مرضوا روحهم بعد يطلبوا شفا يا اخي. قلت لك خلاص. تعرف يا عزيزتي نسينا اهم شخص باش نعرضوه يقسم فرحتنا. شكون هو؟ الطبيب اللي عالج بنتنا اللي كان سبب في شفاها. عندك الحق يا بشير، الله غالب الفرحة نساتنا في الوجه. يا عيطي لشهرة. ما علي ما علي، جيب لي بريكي. ما تكيفنا شيء. شهرة شهرة. أيوة
انا عملي حاطه. بشويه عليك بنتي، بشويه. شهرة بنتي، باباك فكرني في واحد الشخص ما عرضناش الوعده نتاعك. طبيب، ليه دواك؟ الحمد لله، شفتي بنتي كبرت. الله يبارك. طيب يا بنتي. نسينا أهم شخص ما عرضناش، هو الطبيب اللي عالجك، اللي كان سبب في شفاك بنتي. صح ولا غير كنت حابة نقول لكم، بصح خفت ما تقبلش. معلوم يا بنتي ما نقبلش. ما نقبل حتى براني يدخل لداري، بصح هذا حاجة أخرى. هذا طبيب، هو اللي شفاك وهو اللي براك، فهمتي بنتي؟ خلاص بابا ما تقلقش روحك، هاد اليامات نروح نعرضه. كيفاش راك مليحة؟ الحمد لله صافا. وجهك صافا شوية؟ لاباس. الحمد لله. وي قول لي الشيروجيان اللي دار لي لوبيراسيون ما كاشو؟ بور لو مومون نو، عندو اجتماع. نقدر نخلي لك وصايا؟ ماشي مشكل. شوف كي تجي نعطي له هاد الورقة. نكتب لك برك الادريس تاعي. وقول له يجوز للدار. ماشي مشكل. صحة. الله يسلمك. على خير. مجيد وليدي، ما تنساش الشيء اللي وصيتك عليه غدوة، لازم تجيبه لي. نعم يما، كوني مهنية. صحة وليدي. هذا ما يكون غير طبيب. واقيلا. شكون مجيد؟ هذا فايز. الحمد لله وليدي فايز. من تايا؟ الحمد لله. وقتاش رجعت؟ هذه مدة. كنت في البلاد ولا وين؟ واش الأحوال البلاد؟ لاباس لاباس الحمد لله. قولي لي، والطبيب ديالك هذا راه طولها وقتاش يجي؟ ما تقلقش درك يجي. يا رب. أنا شهرة، راك مليحة شوية من رجلك؟ كيفاش عرفت لي كانت مريضة من رجلها؟ على خاطرش أنا اللي داويتها. كيفاش أنت؟ الصدفة يا من بشير، الصدفة هي اللي خلتني باش نعالجها. كيفاش ما عرفتهاش؟ في الحقيقة عرفتها، وشنو هو ما خليتهاش هي برك تعرفني. هذا ما كان على بالك فايز، من الاول كنت شاكه وحسيت حتى في صوتك، بصح انا في بالي كنت في الخارج. سبحانك يا مولانا، فايز وليد خويا سلك لي بنتي. قل لي فايز، واش تحب؟ اطلب اللي حبيت نجازيك. لا لا يا عمي البشير، ربي هو اللي جازيني. انا يا ما عملت غير الواجب برك، هذا ما كان. شوف فايز، من اليوم بنتي شهرة راهي ليك. حبس عمي البشير، خليني نخمم شوية. يمنى يمنى، شكون جا؟ فايز على السلامة.
سيدي غيبة، الله غير توحشتك. لاباس؟ الله يبارك وليت راجل دور. لاباس؟ واش راهي لا مريم وش راه موحد وش راه مخوتك الصغار؟ الحمد لله يا من لاباس. بهذه المناسبة السعيدة هذه ديري لنا عشا كيما تحبيتي، وقبل ما تروحي عطيها بزغريتها. خاطيك شغل يو كل شيء مبروك ان شاء الله. خفي روحك. خاطيك شغل. ما أحلاها مصادفة. كي يجي فايز يخطبني نلبس هذا الروبا. شحال هو حاب يتزوج بيا، انا اللي ما حبيتش. بصح اليوم الامور تبدلت. على كل حال جامي ما نقدر نلقى واحد كيما هو. ايه راكي حطه كاش عرس؟ لا لا ماشي عرس، انا برك نقيس في الروبا اللي راح نلبسها كي يجي فايز يخطبني. شابا وعلاش قبلتي؟ قبلته. يرحم بابك فهميني عقليتك كيفاش دايره. ماشي كنتي تقولي ما يوالمكش جبايلي فلاح. بدلت رايي. كيفاش بدلتي رايك؟ حبيتي تهبليني؟ الناس كامله وفي يدك عن بالك. تقبلي كي تنفحلك وما تقبليش كي تنفحلك. واش بيكي تاكلي في روحك؟ انا كي البارح كي اليوم ما نتبدلش، نقعد دايما شابه فهمتي. نقول لك حاجه، وكان يتزوج بيك معناتها ما عندوش النيف. ما على باليش بيك. ما على بالكش نضربك نسرع. ماما بلا ما تعيطي لماما كان رايحه. خالتي يمنى فايزة حيجي يخطب شهرة. والله غير صبتيني حيرة يا بنتي، ما عرفت واش نقول. بصح شهرة اختك كان عطا ربي تفرحي لها. فايز رايح يولي وشهرة رايحة تقبل. كيفاش حبيتيني نفرح لها خالتي يمنى؟ تمسخري بيا؟ هادي انتي بعد ما كنتي تحكي لي وتوري لي. جامي سنيت منك هاد الهدرة. اختي ياه اختي اختي اللي حبيت تضرني اختي. والله يا بنتي ما على بالي كنت حنقيسك بهاد الكلام. انا لو كان عرفتي غير ديك الحال هكذا كنت سكت والله ما قلك حتى كلمه. وكل شيء بالمكتوب. تقدري تاخديه انت يكتب لك ربي، تقدر تاخذ اختك يكتب لها ربي. هذاك هو واش تحبي نقول لك. والستوته تاع شهره هاي تزين وتزيد، عندها الحق سي نورمال. في الاول ما قبلتش به ودركا يدير المستحيل باش تديه. ما تنساش يا ياسمين باللي هو اللي وقف معاها كي كانت مريضه. لو كان ما فايز تقعد طول حياتها في الشوكه مرميه، تولي معوقه. انا ولا غير كنت حبتها تزوج بعلول. علول كي تقولي لي على علول نموت عليه بالضحك. مرفه بصح شويه بهلول. بصح يا سعد مراه اللي تاخده ينطوى على اربعه باش يسعدها ويفرحها. علول شهرة مرا قاسية قلبها حجرة هي، يعني صح شابة بصح ولا ما تقدر تساعدو. دوك تشوفي يا بنتي قليل وين يصلح زواج. تصيب انسان مزعوقات ما عندهم لا خصلة ولا زوج، لا ذات شابة ولا قلب حنين. تصيبيهم خداو رجال لاباس بيهم، ساجين قاريين فاهمين أولاد عائلة. ونصيبو تاني العكس يا بنتي، تقدري تصيبي مراه لاباس بيها عذرة بدر البودور فهامه زين رزانه كل حاجه فيها، وخادي رجال ما يصلح ما يدير والو في حياته. واش نقولك يا بنتي، خذي الدنيا كيما جاتك، زواج قليل وين تصيبي زوج متساويين. عندك الحق ولا غير عندك الحق؟ وسعي خاطرك وخلاص. شوفي ترى دوكا هكذا هذه فلاكولا هكذا هكذا لا لا ايه